نتابع تغطياتنا اللحظية والمكثفة والمطولة في استوديواتنا بي سي بي سي مصر تنتخب الرئيس، ومعي في الاستوديو الصديق والناشط الحقوقي الأستاذ نجاد البرعي. أهلا بك نجاد. أهلا بك. ما تقابلناش من وقت الانتخابات التشريعية. بس شوفي من انتخابات ربنا يكتر الانتخابات فنتقابل. الفرق المرة دي أولا أكثر تنظيما واضح، أكثر تركيزا، السياسة فيها أكتر من الخدمات مهما اتقال. كل المشاكل اللي كانت بتحصل في الحذف في الخدمات البرلمانية جرى تجاوز أغلبها في الانتخابات. بعدين بقى التباين بين المرشحين، دي بورصة زي كل يوم ده يطلع ده ينزل ده يطلع ده ينزل، فده عامل اهتمام للناس ومخلي الناس مهتمة، وبقى في حاجة كده أقرب للتشيع. أنا مع فلان أنا مع فلان، لا أنت مع فلان، وداخل البيت الواحد وبتاع. فده طابع جديد على الحياة السياسية المصريين ما كانوش تعودوا. تعال نتكلم على المنافسة بقى، الكلام الجد بقى. نعم. المنافسة وسط ال 13 دول، المنافسة بين كام؟ وسط ال 13 أنا أتحدى إن الناس عارفة أسامي أكتر من خمسة ستة. يعني إحنا بنتكلم بس دول بيشكلوا حقيقة طيف واسع جدا. يعني عندنا نبتدي من الناس اللي عليها خلافات ثم الناس اللي ما فيش. يعني عندنا مثلا خالد علي أصغر مرشح رئاسي جاي من خلفية يسارية حقوقية ثورية بشكل أو بآخر، بعتبر كل الناس صور، بس هو جاي من الخلفية دي. وبعدين كان محدش كان مصدق إنه الناس تحفظ اسمه، فده أكد على إنه رابط التواصل الاجتماعي والإنترنت والتويتر دي حاجة الناس مش لازم تستقل بيها بعد كده، لأنها فرضت اسم مرشح حملته الانتخابية كانت فقيرة إلى الدرجة إن يمكن مش شايفين له إعلانات كبيرة. صحيح. في الشوارع ما قدرش يعمل إعلان، لكن النهاردة هو رقم. بنقول اسمه، يعني الناس فاكرة اسمه بس رقم موجود. وفاكرة اسمه على الناس موجودة. عندنا على الضفة التانية الناس اللي هي من الناحية التانية اللي كانت ظروفها صعبة والناس كانت بتضحك عليها قوي، الفريق أحمد شفيق اللي هو في خلال الأسبوعين اللي فاتوا أو الثلاث أسابيع اللي فاتوا قاعد يطلع من إنه شخص مشكوك في نجاحه والناس بتسأل هو نازل ليه وناس وقوانين بتبدأ. ما أنا عايز أقولك أنا رأيي إن الفريق شفيق يعني كسب يعني بعض أصوات بعض الناس أو انتباهات بعض الناس بحماقة أعدائه أكثر من خطابه. يعني لما حصل موضوع قانون العزل الناس بقى عندها تصور إن الراجل ده مستهدف، ده بيطلعوا له قانون مخصوص عشان يمنعه. لما فدي مثلا لما جه أخد موقف بان إنه حازم في موضوع المظاهرات قدام وزارة الدفاع وقال لك اللي هيجي جنب الوزارة هنكسر رجله مش عارف ايه، فده كان بيشكل عند الناس خطاب مختلف. الناس خدت على خطاب لا والمظاهرات والثورة وكذا وكذا وكذا، فده بان وكأنه مختلف وكأنه حازم. فكرة الحزم ثم المحاولات الدؤوبة لمنع ترشيحه وبلغات وحكايات، وأصبح ده اداله في خلال الأسبوعين اللي فاتوا تعاطف عدد كبير جدا من الناس، فهو كسب زي ما بيقولوا كده بحماقة الأعداء أكثر من خطابه هو الشخصي، لأن هو ما قدمش خطاب شخصي في الحقيقة جامد، لكن قدم نفسه كراجل يحاول آخرين أن يمنعه ولو بالقوة ولو باختراق. الفريق شفيق بياخد من حصة مين؟ بياخد من حصة الوزير عمرو موسى طبعا بشكل أساسي، ولكن بياخد كمان من ناس كانت ناوية تدي هنا واحد وهنا واحد، اللي هي بنسميها الشريحة الوسطى من الطبقة الوسطى والشريحة العليا من الطبقة الوسطى. هي الوسطى من الطبقة الوسطى اللي هي الموظفين اللي كده زي حالتنا كده في الأربعين والخمسين، وبقى مدير إدارة وبقى مدير عام وأصحاب المحلات وأصحاب المصالح الصغيرة اللي هي إيه بتدور على الأمن، ملهاش قوي في السياسة لكن بتدور على القضايا الكلية. أنا عايز أمن عشان أقدر أشتغل، أنا عايز أفكار، سيما إن الوضع الاقتصادي اللي الناس كله علقته على شماعة الأمن، الوضع الاقتصادي متدهور عشان الأمن وحش مش عارف إيه الأمن وحش، فهو جالهم راجل بيقول لهم بصوا بقى أنا الأمن وأنا هكسر الدنيا وبتاع، فقال لك ده رامبو، أنا بسميه رامبو الانتخابات عمرو موسى. عندنا السيد عمرو موسى، السيد عمرو موسى ده يعني يغازل يعني جمهوره الأساسي هيجي من الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى أساسا، بعض المتعلمين ويمكن الطبقات كمان الأقل حظا. ليه؟ هو بيقدم نموذج اللي يعجبهم، الراجل اللي عنده كبرياء كده وحاطط ايده في جيبه وبيبص للناس من فوق وعنده خبرة. كاريزما. وبعدين قدر رغم ان هو بعيد عن السياسه الداخليه قوي قدر في خلال هو اولا عايز اقول لك ان ده اول واحد اعلن انه هيترشح. يعني انا شفت له يافطه في ميدان التحرير يمكن قبل الرئيس مبارك حتى ما يتنازل عن السلطه. نريد عمرو موسى رئيسا للجمهوريه، فده كان مترشح بدري قوي. اتنين انه والناس كلها كانت مشغوله في اشياء كثيره، هو قعد زي النمله كده يدقب دؤوب فينزل هنا وينزل هنا ويقابل الناس ويروح كفر ويروح كذا.
عقبال ما انتبه المنافسين الراجل ده بيعمل ايه، كان قدر هو ياخد طبعا طبعا الناس متاثره بما قيل ان الرئيس مبارك بعته الجامعه عشان يتخلص من كاريزمته، ان اسرائيل زعلانه منه، ان شعبان عبد الرحيم قال بحب عمرو موسى وبكره اسرائيل، فده كله اداله مجموعه من الاشياء. لكن يضاف الى كده هو من المرشحين القلائل اللي قدم برنامج وده ينفع مع بعض المثقفين، وبرنامجه كان فيه انحيازات تنفع مع الفقراء، فهو بيقدم صوره الموظف المصري اللي طلع من اول السلم لاخره، يعني موظف في بلد لا زالت تنظر الموظف بمزيد من الاحترام والتقدير، يعني فكره موظف لا زال ليها قيمه. ده الصراع على الاتجاه الليبرالي. في الناحيه الثانيه بقى عندنا الدكتور عبد المنعم والفتوح، واللي بدا لفتره طويله وانه الحصان الاسود في هذا السباق، اذا بيه بعد مناظرته مع السيد عمرو موسى يحصل عنده مشكله. المشكله الاولى انه بدات الناس كثيرا، يعني برضو هو بقى أضره أصدقائه عبد المنعم أكتر مما نفعه. هنوقف هنا لأن معي اتصال مع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. صباح الخير يا سيادة الفريق. صباح الخير. يعني أدليت بصوتك الأول يا فندم؟ والله لا، أنا لفيت الأول على دايرتين ثلاثة كده، ولما مقرين ثلاثة، وهعدي على مقر الحمل عندي وبعد كده اروح ادلي صوتي. لكن ايه ما قيل حول طبعا الاشاعات على حضرتك بقى في اخر يوم مشتعله، تفسيرك ايه الاول لهذه الشائعات يا سياده الفريق؟ والله يا مستعي، بقول بقى انها هي بقى نوع من القلق بقى منهم ولا ايه، مستعي بنقول كده والله، لكن بقى خلاص هنعمل ايه؟ يعني طبعا قيل ان حضرتك اصبت بوعكه صحيه امبارح ونفت الحمله طبعا كل هذه الاخبار. لا مش عايزين يقتنعوا برضه، يعني تمشي من هنا تطلع الاشاعه تاني من هنا تمشي وهكذا يعني. طب ما قيل حول ان حضرتك لا يمكن ان تدلي بصوتك بسبب قانون او تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسيه؟ والله انا غير مظبوط طالما انا نازل في جدول الانتخاب واجراءات كامله، فخلاص الموضوع ليس له اي اثر يعني. طيب عندكم اي ملاحظات سياده الفريق على الحملات الاخرى بتقدموا مثلا؟ عندكم بلاغات عن انتهاكات ولا ايه الوضع بالظبط؟ والله هم ابلغوني الحقيقه ببعض الحاجات، وانا رايح مقر الحمله ومن هناك هتصرف اذا كنا نعمل اخطار او يعني بلاغ ولا لا. طيب يعني قيل ان في بعض يقيل ان في بعض المجاملات اللي عند اللجان، يعني اقول ايه، اقول رشاوي انتخابيه مش عارف. فانا عشان انا الموضوع بعيني لسه، فانا متريس لغايه تكون جوه المقر وابتدي اتكلم مع الزملاء يعني. لكن كان في بعض ايضا منظمات حقوق الانسان اتكلمت على المراقبه، يعني الانتخابات اتكلمت برضو على بعض الانتهاكات لحملتكم، بعض التجاوزات مش كتيره يعني، بس في بعض التجاوزات برضو دعايه خارج اللجان، يعني اذا ابلغتم بيها هيكون موقف تصرفكم ايه يا سياده الفريق؟ لحملتنا احنا مننا يعني ولا من اخرين؟ لا لحملتكم انتوا كمان. لا انا السبع خالص يعني، يعني الحقيقه لم ابلغ بحاجه زي كده. طب بتقول ايه لمنافسيك بقى النهارده الصبح كده، بتصبح عليهم وتقول لهم ايه؟ بقول صباح الخير، لعلنا بقى نرمي ورا ظهرنا ما دار من ممارسات غريب الفتره اللي فاتت، وما كان قد كان، وان شاء الله شايفه خير هيفعله، ونهدى بقى شويه يعني. هنقعد لغايه امتى مولعين كده؟ انا مش عارف يعني. يعني اعتقد الموضوع يحتاج شيء من الهدوء يعني. طيب وبعد بيقول الزميل عمرو موسى دخل المدرسه ما عرفوش او منها ولا كلام، حاجه غريبه جدا تحدث يعني، مش بتاعت يعني، يا ربنا يهدي الجميع. ربنا يهدي الجميع، وكاميراتنا هتكون معاك بقى عند الادلاء بصوتك، يعني هتقوم بعدد من بس هتدلي بصوتك النهارده مش بكره. ان شاء الله النهارده ان شاء الله. اشكرك سياده الفريق المرشح الرئاسي الدكتور احمد شفيق، واتمنى لك التوفيق زي ما تمنيته لكل المرشحين الاخرين. تعليق. نرجع طبعا، انا يعني عايز اقول لا، في يعني كل الحملات حصل فيها انتهاكات، بعضها بيعرفها المرشح نفسه وبعضها بتتم بشكل روتيني، لكن اللي انا اقدر اقول لك عليه ان حتى التجاوزات من كل الحملات الانتخابيه
كلها حتى الالفاظ اللي استخدمت برضو قليله جدا والعنف اللفظي حتى اللي كان بين المرشحين كان قليل جدا. يعني انا بصراحه عايز اقول شكرا لكل الحملات الانتخابيه لانها التزمت بحد ادنى في حدود ان دي اول تجربه يا رب ان شاء الله يكمل اليوم كده. نرجع تاني عندنا بقى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح برضو زي ما قلنا انه الفريق شفيق استفاد من حماقه اعدائه. الدكتور عبد المنعم يعني اضرته حماقات اصدقائه. يعني لما الجبهه السلفيه على التأييد للدكتور ابو الفتوح ده خد كتير من رصيده وخلى ناس كتير تتشكك في من الموضوع التيار الليبرالي من التيار الليبرالي كان بتأيده. يعني هو كان عنده تأييد من الليبراليين، عنده تأييد من يساريين، عنده تأييد من حتى بعض الشباب اللي غير منتمين، وكانوا بيشوفوا في وجه الليبرالي له توجه اسلامي باعتبار مصر كلها عندها بشكل او باخر يعني ميل ديني في كل الاحوال يعني حسب الدرجات. لما جت الجبهه السلفيه اعلنت رغم دي كانت انا في رايي انها كانت قبلة الموت لحمله الدكتور الفتوح وحتى الان بيحاول يعني يعالج اثرها ربنا يعينه بقى، رغم ان انا مدرك انه كثير حتى من تارسة في يمكن يدوا الدكتور محمد مرسي لانه بالنسبه له يعني يمكن القيادات قالت لهم احنا مع الدكتور عبد المنعم لكن ممكن هم يروحوا للدكتور مرسي باعتباره اكثر يعني بالنسبه له اكثر اصوليه. لكن في النهايه خلاص الجبهه السلفيه اعلنت والناس ما وفرتش خصوم ما وفروش جهد في انهم يعلنوا ده فده خد جزء من رصيده. جزء ثاني من رصيده راح مين نتيجة مناظرته مع الوزير عمرو موسى. بصرف النظر عن مستوى المناظرة وبتاع لكن هو بان انه يعني في المناظرة اقل ورايح جاي في بعض الافكار ورايح جاي في بعض الاراء فده خلى جزء من رصيده تاني يروح لحمدين صباحي. فحملة حمدين صباحي استفادت من هذا لدرجة ان حملة الدكتور عبد المنعم بتعمل دلوقتي كانت بتعمل اخبار وقتها انه لا ده حمدين متفق مع الاخوان المسلمين لانه نزل حزب الكرامه نزل على الاخوان وحاجات بالمعنى ده فده يوريك عنف الحمله فجزء منه راح لحمدين. دكتور مرسي فطلع الدكتور مرسي انا رايي انه هو تجاوز بصراحه بشكل ممتاز فكره الاستبن. يعني اول ما نزل ناس قالت له استبن مش استبن هو تجاوز النقطه دي. اولا تعامل معايا بخفه دم جميله جدا بصراحه يعني وخدها بروح حلوه يعني ما تشدش ايوه استبن وبعدين الاستبن والحريه والعداله اللي هي الجورنان قال لك الاستبن في فرنسا فاز فيعني ايه عدى مرحله الاستبن ودي كانت مرحله ممكن تضره وخرج من عبايه المهندس خيرت الشاطر. يعني صحيح المهندس خيرت الشاطر اصلا ما كانلوش عبايه المهندس خيرت نفسه صوته ضعيف وكاريزمته مش حاضره بس في النهايه الناس بتتكلم خيرت الشاطر معاه فلوس وبتاع فهو خرج من هذه العبايه وقدم نفسه كدكتور محمد مرسي وقدم التنظيم بتاعه على انه تنظيم قوي التنظيم اللي يعمل 25 مؤتمر انتخابي في 25 محافظه في نفس الوقت في نفس الوقت تنظيم معاه فلوس ومعاه ما جماعه ما ده تنظيم الاخوان المسلمين يعني تمام 10 على 10 اذا قدم نفسه لكن عنده مشكله انه هو غلبان هو الناس مش موافقه على فكره انه الاخوان المسلمين مجلس الشعب ومجلس الشورى ويدوها الرئاسه. يعني الشعب المصري ايضا ناضج سياسيا يعني سيبك من يعني اللي مع الاخوان هو مع الاخوان نفسه حتى الاخوان ياخدوا كل حاجه ان شاء الله على اي حاجه لكن بتكلم على الكتل اللي هي مش متنظمه في الاخوان. هذه مشكله الدكتور محمد مرسي انه هو بالنهايه بيمثل حزب عنده اغلبيه الشورى عنده اغلبيه الشعب هنديله أغلبية الرئاسة فده خلى ناس كتيرة جدا تحجم. اتنين ان هم رغم انهم سوقوا مشروع النهضة مشروع النهضة مشروع النهضة مشروع النهضة الا انه الناس ما شافتش مشروع النهضة ده كبرنامج انتخابي لرئيس جمهورية شافته برنامج انتخابي لحزب لوزارة. يعني قدمت الدكتور مرسي وهو ماسك مشروع النهضة في ايده انه يبقى رئيس حكومة ده برنامج ينفع لحكومة لكن ما ينفعش رئيس فده كل منه. الحاجة التالتة بقى لأن الناس تتكثر على المنتصر يعني دايما المنتصر يعمل حاجتين ناس كتير تحب تلحق بالمنتصرين وناس تاخد موقف سلبي من المنتصرين تقول لك ايه ده هم هياكلوا الدنيا كلها فدي كانت مشكلته. ما ذكرتش الدكتور العوة او انا رأيي ان في بقى ناس تانية بنسميهم على طريقة الاستاذ فتحي الضوء الله يرحمه مشهورون منسيون. المشهورون المنسيون دول هم اللي هم كانوا ملء السمع والبصر لكن الناس لم تضعهم فيما يستحقون. وعندك المستشار هشام البسطويسي عندك الاستاذ الدكتور سليم العوة عندك النائب الاستاذ ابو العز الحريري الثلاثة دول كل منهم امه واحده بس في الحقيقه هم تواجدوا في المكان الغلط في الوقت الغلط فكان ده يعني الدكتور سليم العوة بقيمته كراجل قانون كذا يصلح كمفكر يصلح كذا ملوش في العك اللي بيحصل ده ومفيش وراه تياره الوحيد اللي كان حزب الوسط اللي هو اسسه وبيسنده تنازل عنه في صفقه غريبه جدا ودعم ابو الفتوح فاصبح عاريا الجماعه الاسلاميه التي وقف معها العوة بالظبط راحت انسحبت كذا فهو بصرف النظر لكن هو حزب الوسط له عليه ايادي وافضال فانسحاب حزب الوسط من وراه بصرف النظر عن القوه بتاعت حزب الوسط
اضعف من موقف حملته طبعا، الى جانب ان هو كراجل قانون ومفكر بيحد يقدم خطاب، ده مش ماشي في الموضوع. الاستطلاعات كانت بتتكلم على نسبه 30% من المصريين بنسميها ايه undecided او غير مقررين. شايف اتجاهات هؤلاء ازاي؟ دول اتجاهاتهم، دول نوعين من الناس، نوع ما يعرفوش اي حد، ودول كانوا لو تفتكري الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت لما نروح يجي الراجل يصوت فيقول له اختار مين يا استاذ، يقول له يا عم عايزين الدنيا فيها حريه وعداله، فيقوم يصوت حريه وعداله. فدول الناس الذين تاثروا بنسميهم ايه بالتدخلات اللي هو نتيجه الاميه او الجهل او قله الاعتماد والاختراقات اللي ما كانش يعاقب عليها، ما كانش يعاقب، نرجو يعاقب عليها دلوقتي، اللي هم دول جزء منهم. وجزء منهم هو بتاع اللحظه الاخيره اللي هو نازل، فهو نازل مثلا مراته تقول له ايه ادي لفلان، فيقول لك طب وانا هزعل المدام بقى، هندي لفلان بالظبط كده. دول اللي احنا بنسيبه، او انه يبقى نازل فيبقى واقف في الطابور فيلاقي الناس اللي قدامه والناس اللي وراه، ودي على فكره نوع من الدعايه لا يعاقب عليها القانون، يجوا في بعض التيارات السياسيه هتدي مين يا عم، يقول له ادي مين، يقول له ادي فلان، فيلاقي ده فلان بيدي فلان وفلان مثلا قدامه اربعه هيدوا نفس الفلان واربعه نفس الفلان، وهو ما يعرفش اي حد واحد، يقول له يا عم ده راجل كده 10 على 10، طب يلا نديله. والجزء الرابع منهم بيبقى محتار بس بين شخصيتين ثلاثه، ولما بيتحط قدامه ورقه التصويت بيعلم على اي واحد فيهم يجي له فور. لا، فدول بالنسبه القلقه بالنسبه لمصر، طبعا بره بيبقى الوضع مختلف، بس بالنسبه للرفض ادي الثلاثه اللي هم عشان كده نسبه 30% و35% دي اصوات انا بسميها اصوات هائمه. يعني ممكن تنزل على دماغ مرشح فترفعه، وممكن تتاخد من مرشح فتنزله، وليس لاحد عليها سلطان. طيب، من حمله عمرو موسى المستشار اشرف سويلم، المستشار السياسي لحمله عمرو موسى. سيد المستشار صباح الخير. صباح الخير يا استاذ رميس، وصباح الخير للدكتور نجاح. اهلا وسهلا. تقييمكم لليوم، اولا السيد عمرو موسى ادلى بصوته مش كده؟ ولا لسه واقف في الطابور؟ لا يا فندم، ادلى بصوته خلاص. ادلى بصوته، اعتقد وقف في الطابور شويه. وقف في الطابور شويه. تقييمكم لمجريات اليوم حتى هذه اللحظه سيد المستشار. الحقيقه ده يعني قبل اي حاجه احنا ما كناش هنوصل اليوم ده الا الثورة العظيمة اللي قام بها الشعب المصري. فأولا تحية واجبة للشهداء والمصابين اللي فقدوا عيونهم ونزفوا دماء على ميدان التحرير وميادين التحرير في كل مكان في مصر، عشان الشعب المصري يوصل لأول مرة في تاريخه إن هو يختار رئيسه بطريقة حرة وديمقراطية. الحاجة الثانية الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي من فترة، أنا متابع برنامج حضرتك، انه المصوتين الشعب المصري الحقيقه في تباين كبير ما بين اللجان، في اقبال كبير على بعض اللجان، بينما المشاركه لا زالت ضعيفه. ودي الحقيقه هي الرساله الهامه جدا اللي احنا النهارده مش ان احنا نتكلم عن مرشح او مرشح اخر، النهارده هي دعوه للشعب المصري، انزل سواء كان صوتك للسيد عمرو موسى او لغيره من الساده المرشحين المحترمين، اهم حاجه هو نزول الشعب المصري النهارده عشان يبقى اختيار الرئيس هو اختيار بإرادة كاملة من الشعب المصري. طيب رصدتم مخالفات من مرشحين آخرين ضد حملتكم يا سيادة المستشار؟ الحقيقة أنا مش عايز أتكلم على الموضوع ده يعني على التلفزيون، يعني الكلام ده ليه طريقة للتعامل مباشرة مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وتفضيلنا إنه لو كان في، لأن إحنا من الحقيقة يعني مش هنرمي الناس كده باقي الحملات او المرشحين، لكن كل حاجه لازم التحقيق منها، يعني التحقق الاول من صحتها ودقتها قبل ما ناخد اي اجراء. متفائلين بصراحه؟ متفائلين الحمد لله، وان شاء الله في جميع الحالات الاختيار هو اختيار اراده الشعب المصري، وحملتنا هتكون اول حمله تقبل بهذا الاختيار. اشكرك سياده المستشار اشرف سويلم المستشار السياسي لحمله السيد عمرو موسى. كنا بنتكلم في قبل الفاصل على ضعف الاقبال او ان الاقبال متباين. يعني عشان ما اقولش ضعف، يعني مش عايز اتكلم هو على متباين بصراحه، لو الاقبال مش كبير ده لصالح مين؟ صالح الاخوان. يعني كلما قلت نسبة عدم مشارك. الإقبال هيبقى التيارات المنظمة هي الأكثر. ما هو أنا لو منظم في الإخوان فأنت بتقولي انزل، أنا بعتبر ده واجب، قدرة الحشد، أنا بعتبر ده واجب تنظيمي فأنا هنزل. إنما إن جات بقى اللي متعلق من عرقوب ودون خلاص أنا تعبان أنا مش نازل. كلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص التيارات المنظمة بشكل عام. كلما زادت الفرصة بتقل معاها، لأنه في النهاية التيارات المنظمة بتبقى مهما كترت هي قلة منظمة.
تغرق لو في عدد كبير من الناخبين نزل، وتبان وتبقى قوية لو في عدد. وبالتالي بس القضية أنا رأيي أنها أبعد من الإخوان. قضية أنه اللي ما شاركش في هذه الانتخابات هيفقد متعة طبعاً أنه يختار لأول مرة رئيس دون أن نعرف أنه هو رئيس. يعني إحنا كان عندنا انتخابات تعدية في 2005، دي مش أول انتخابات، بس إحنا كان من المفهوم يعني لما جاب أيمن نور وقتها حوالي 1,000,000 صوت في قصاد 7,000,000 صوت للرئيس مبارك وقتها، كان الناس فرحانة جدا إن أيمن نور طلع التاني وعاش أيمن نور على فكرة أنا الوصيف أنا الوصيف أنا الوصيف. إنما كان مفهوم إن حسني مبارك هينجح. الآن عندكم 13 واحد أي مكان، في النهاية عندكم منافسة بين 5 ما إحناش عارفينهم. خليك يبقى أنت واحد من الناس اللي عملوا هذه النتيجة في أي مكان هذه النتيجة. هي دي 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 أهميتها. يعني أنا نفسي الناس تتعامل مع الموضوع ده على إنه عيد كرنفال. بالظبط كرنفال، يلبسوا جديد وياخدوا الميه وياخدوا السندوتشات وينزلوا يقفوا. انا نفسي عايز اخلص الفقره وانزل على طول انتخب. يعني ما ياخدوهاش على انها خناقه، لا لا لا، فرحه ويجرم ويضحكوا ويهزروا مع الناس في من الطابور. الاوقات القليله ان المصريين بتبقى مع بعض حتى لو مختلفين. بالظبط. فعلينا ان احنا ننزل ونعمل هذا الكلام. اللي انا عايز اقوله كمان في الاخر، مش بس ننزل كلنا للانتخابات، نقبل نتيجة الانتخابات. نقبل. طب حافظ عند قبول نتيجة الانتخابات، دي نقطة مهمة جدا. بس معي على الهاتف الزميل أحمد عبد الله من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأعتقد أن لديه مشاهدة ما في عند تصويت الدكتور الكتاتني في مدرسة جيل 2000. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا زلمين. إيه بالظبط مشاهداتك عند تصويت الدكتور الكتاتني؟ هو الدكتور الكتاتني وصل لجنة الانتخابية في مدرسة جيل 2000 ب 6 اكتوبر. الدكتور الكتاتني كان داخل بشكل عادي اللجنه الانتخابيه بشكل عفوي. كان في حوالي قدام اللجنه حوالي 500 من يعني الناخبين طلبوا ان هو يقف في الطابور. يعني صراحه الراجل استجاب بسهوله جدا، وقف في الطابور يعني عشان يجلب صوته. تمام. حصل اي مشاكل بعد كده؟ لا 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 ما حصلش اي مشاكل. يعني واقف الطابور الدكتور الكتاتني عادي وادلى بصوته ولا لسه؟ لا لسه يا فندم. لسه واقف في الطابور يعني؟ بقاله قد ايه؟ العمليه هناك هاديه جدا. عمليه هاديه. بقاله قد ايه واقف في الطابور؟ يعني بقاله تقريبا حوالي دلوقتي حوالي ساعه الا ثلث تقريبا. ساعه الا ثلث الرئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني واقفا في الطابور. بشكرك يا احمد، وبنحيي طبعا كل المسؤولين اللي بيحاولوا ان هم ما يتخطوش اماكنهم ويقفوا في الطابور زيه زينا كلنا. انا مش عايز احيي المسؤولين، انا عايز احيي الناس والناس اللي بتتمسك بحقها. حقيقي. يعني بصراحه القضيه رمزيه، طبعا عادي يعني، يعني في ناس بتخش تكسر طول، وفي ناس ممكن تقول له اتفضل يا دكتور. لا اتفضل. جديد على المصريين ان انا عايز حقي. حضرتك وزير، حضرتك امير، انت رئيس مجلس الشعب هناك في مجلس الشعب، انت هنا واحد زي زيك هتقف معايا. لولا ان الناس متمسكه بحقها كنت هتلاقي كتير جدا من كدابين الزفه. افتح يا جدع، وسع يا جدع، خش يا جدع، مش عارف ايه. انا ما اريد ان اقوله ان هذه روح جديده للمصريين. صحيح. تتناغم معاها ان احنا ننزل ونقف وبعدين نتفرج على المسؤولين. ما هو انت لو واقف في طابور يمكن كنت تصادف الدكتور الكتاتني. ليك موضوع تخلصه وانت واقف في الطابور. بالظبط. كل شويه هتشوف رئيس مجلس الشعب. بالظبط. هتشوف فين تاني؟ ربنا دي فرصه. كلمات اخيره للناس. قبول 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 الاخر، قبول النتائج. يعني بمعنى انه احنا انتقدنا واتخانقنا وطلعنا القطط الفطسه والعمليه ماشيه كويس وان شاء الله تنتهي كويس. ايا ما كانت النتيجه، اللي جاي ده لازم نعرف انه موظف عام، موظف اسمه مدير عام جمهوريه مصر العربيه. احنا اصحاب المال، نراقبه، ننتقده، نعزله بعد 4 سنين ما نجيبوش تاني، لكن نحترمه ونقبل بالنتيجه. ايا ما كان بقى، يطلع شفيق، يطلع موسى، يطلع مرسي، يطلع عبد المنعم. فكره ان انا لو ما جاش المرشح بتاعي انا نازل الميدان. لا. او لو جاء من الفلوله نازل الميدان، او لو جاء من الاسلاميين نازل الميدان. خدي بالك، هذه انتخابات روقبت مراقبه من العالم كله ومراقبه داخليا وخارجيا، واذا مرت بشكل ما هيبقى اي حد ينزل ده خارج عن الشرعيه، وبالتالي زي ما بقول ولوش ديه. احنا النهارده بنختار وبننتخب بارادتنا، زي ما جه الاخوان معاهم اغلبيه قلنا سمعا وطاعا. عندنا مجلس الشعب الان رئيسه الدكتور الكتاتني، اهلا وسهلا. بننتقل المجلس، بنهزر على المجلس وبننكت على المجلس، لكن بنحترم المجلس. صحيح. لانه مجلسنا، وهنحترم الرئيس القادم وهنراقبه ومش هنسيبه. لا عندنا قائد ضروره ولا عندنا زعيم ملحد. ربنا بقى يعينه علينا، لان المصريين لما بيمسكوا حد ربنا ينجيه منه.
بشكرك شكرا جزيلا الناشط الحقوقي والصديق الأستاذ نجاد البرعي. ودي كانت فقرتنا النهاردة، سمعنا صوتكم، سمعنا صوت الناس، سمعنا صوت المراسلين من كل مكان، وأيضا عدد من المرشحين. هنخرج فاصل، أروح بقى أنا أنتخب، لأن أنا بصراحة مبسوطة وعايزة أقف في الطابور وأشوف إيه الأخبار عشان أجي أحكي لكم تجربتي الانتخابية. انتخبت لا لسه، نازل انتخب، يلا نخلص وننزل انتخب، خلص ونروح ننتخب. وفاصل، وتنضم إلينا الزميلة دينا عبد الرحمن لتواصل هذه التغطية معنا، وبعدها الزميل خيري رمضان، وأرجع لكم أنا بقى الساعة 5 بإذن الله بعد ما أكون انتخبت وقفت في الطابور كده ورجعت لكم وأقول لكم حصل إيه بالظبط. سي بي سي، ابقوا معنا، مصر تنتخب الرئيس، وأرجوكم انزلوا، أرجوكم انزلوا، عايزين يوم قوي، لأن برضو عدم نزول الناس ده ممكن ما يكونش في مصلحة الكثيرين. فاصل ونواصل هذه التغطية المكثفة من استديوهاتنا في سي بي سي. لم يرصد التاريخ السياسي المصري القديم منه والحديث أي انتخاب أو اختيار حر لرئيس لهذه الأمة من جانب أبنائها، إلا عندما ذهب زعماء الشعب بقيادة عمر مكرم نقيب الأشراف إلى محمد علي ليولوه حاكما على مصر عام 1805 بدلا من خرشد باشا. وبعدها توارثت أسرة محمد علي الحكم وصولا إلى الملك فاروق الذي سقط عن عرش مصر بفعل ثورة يوليو عام 1952. ثم أصبح اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر الجمهورية بعد قيادته لتنظيم الضباط الأحرار في ثورة يوليو. ما وصلنا إليه متمنيا أن يسدد الله خطانا لنحصل على كل ما نتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد إعفاء محمد نجيب من منصبه تولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية بصفته مؤسس تنظيم الضباط الأحرار، واعتمادا على وضعه ومكانته في مجلس قيادة الثورة. وفي عام 1956 وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لثورة يوليو أجري أول استفتاء شارك فيه الشعب المصري، وكان على الدستور الجديد وجمال عبد الناصر كرئيس للجمهورية، وحصل عبد الناصر على النسبة الشهيرة التي تشبه الإجماع، حصل على 99.9%. ثم جرى بعدها الاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا وعلى اسم جمال عبد الناصر كرئيس للجمهورية العربية المتحدة في عام 1958، وحصل جمال والوحدة أيضا على 99.9%. أما الاستفتاء الأخير على شخص جمال عبد الناصر كرئيس لمصر كان في مارس عام 1965، وبعد وفاة ناصر تولى النائب محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية كرئيس مؤقت للبلاد. ثم أجري استفتاء في سبتمبر عام 1970 على شخص السادات بمفرده، حصل فيه على نسبة تقارب تلك التي كان يحصل عليها عبد الناصر. ثم أجري استفتاء عام 1970 على شخص السادات كرئيس لجمهورية مصر العربية، وحصل فيه على نسبة تقارب تلك التي كان يحصل عليها عبد الناصر. أما استفتاء الولاية الثانية لمحمد أنور السادات كان في سبتمبر عام 1976. وبعد اغتيال السادات تولى رئيس مجلس الشعب الدكتور صوفي أبو طالب رئاسة الجمهورية إلى أن أجري أول استفتاء على شخص مبارك في سبتمبر عام 1981. ثم أجريت بعدها ثلاث استفتاءات كان آخرها عام 1999، مستفيدا من التعديل الدستوري الذي أدخله السادات بالسماح لرئيس الجمهورية بالبقاء في الحكم لمدد عدة بدلا من مدة واحدة.
ثم جاءت الانتخابات التعددية التي وصفتها دوائر سياسية بأنها أقرب إلى عروض المسرح الهزلي، وقد أجريت بعد تعديل الدستور عام 2005. وها نحن الآن بصدد أول انتخابات تعددية حرة ومباشرة لاختيار أول رئيس منتخب لمصر بفضل ثورة 25 يناير.